بالتعاون مع سوق العراق للأوراق المالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وبرنامج أسواق العراق الذي يأتيكم من خلال الشاشة الأولى المعنية بالاقتصاد العراقي شاشة العراق التجارية. مشاهدينا الكرام ثلاث ساعات تحاورنا معكم فيها في محاور عدة ما بين محافظة دهوك والاستثمار في هذه المحافظة والتركيز على قطاع الإسكان وأيضا تهميش القطاعات الأخرى، وأيضا زميل ماجد عبد الحميد كان معكم وتحدث حول سوق مهم من أسواق العراق وهو سوق السراي. هذا السوق الذي أصبح اليوم هو ودخل في تاريخ وموسوعة جنس العراق كما يسموها العراقيون، ووصلنا وإياكم إلى أزمة مهمة اليوم وسنغوص في هذه الأزمة، هي أزمة المياه في العراق. هذه الأزمة ويعاني العراق من قلة المياه، ووصلنا إلى شحة المياه منذ فترة طويلة أيضا، وعلى الرغم من هطول كميات كبيرة من الأمطار لا بأس بها، خاصة في عام هذا العام شهد قلة في نسبة سقوط الأمطار والذي بلغت نسبة الأمطار ما بين 35% إلى 40% بعد أن كان يتراوح متوسط سقوط الأمطار السنوي ما بين 100 وأيضا 1100 و1200 مليمتر. هذا الموضوع سنبحثه وسنناقشه مع ضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور فاضل الزعبي ممثل منظمة الفاو في العراق. أهلا بك دكتور فاضل. مشاهدينا الكرام نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير الذي يتحدث عن تفاصيل أكثر حول أزمة المياه ونعود بعدها مع دكتور فاضل الزعبي. يعاني العراق من قلة المياه منذ فترة طويلة وأيضا يعاني من قلة الأمطار على الرغم من هطول كميات لا بأس بها خلال العامين الماضيين. هذا العام شهد قلة في نسبة هطول الأمطار إذ بلغت نسبة الأمطار ما بين 35% و40% بعد أن كان يتراوح متوسط هطول الأمطار السنوي ما بين 1100 و1200 مليمتر. وما يميز العراق وهو ما يثير الاستغراب في هذا المجال أن العراق هو أرض الرافدين، حيث نهرا دجلة والفرات وليس نهرا واحدا أو نهرا صغيرا، وإنما نهران ومجراهما في العراق مجرا طويل، إضافة إلى وجود المياه الجوفية ومنابع المياه الأخرى. فكيف يعاني العراقيون من شحة المياه وقلة مصادر المياه؟ لكن المشكلة في نقص مياه العراق تعود إلى وجود السدود ومستودعات المياه في تركيا وسوريا على مجرى نهري دجلة والفرات، مما يقلل من كمية المياه الداخلة للعراق عبر مجرى هذين النهرين، فدنت مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات اللذين ينحدران من البلدين المجاورين بأكثر من 60% على مدى 20 عاما الماضية. وستصل نسبة العجز في مياه الأنهار المشتركة الواصلة إلى العراق من هذه الدول إلى أكثر من 33 بليون متر مكعب سنويا بحلول عام 2015 إذا لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اقتسامها في شكل عادل. وتبلغ الواردات المائية الحالية لكل الأنهار الوافدة إلى العراق أو الجارية فيه إلى 43 بليون متر مكعب، لكنها تعاني ارتفاعا في نسب الملوحة بخاصة في حوض الفرات في كل من تركيا وسوريا، وأن طاقة الخزن الكلية في العراق تبلغ حوالي 148 بليون متر مكعب، لكنها لا تخزن أكثر من 77 بليون متر مكعب، وأن طاقة خزن المياه في منطقة الأهوار البالغة 20 بليون متر مكعب تأثرت كثيرا خلال السنوات الماضية نتيجة سحب كميات كبيرة منها بسبب حالة الجفاف التي شهدها العراق. أيضا قيام تركيا بإنجازها لمشاريع وسدود ضخمة على نهري دجلة والفرات مثل مشروع سد الكاب وسد اليسوى، ومشروع الكاب وحده يخزن 100 مليار متر مكعب سنويا، أي ثلاثة أضعاف ما تخزنه سدود سوريا والعراق مجتمعة. وستنخفض كمية مياه دجلة الداخل للعراق من 20 مليار متر مكعب في السنة إلى 9 مليارات متر مكعب في السنة، وهذا يشكل ما نسبته 47% من نسبة العام الماضي. ويشار إلى أن تركيا ماضية في تشييد مشروع كاب الهادف إلى إنشاء 22 سدا و19 محطة كهرومائية على نهري دجلة والفرات لري مساحة تزيد على 9 ملايين دنم في منطقة الأناضول،
من خلال خزن كمية تزيد على 100 بليون متر مكعب، وهذا سيقضي على ثلث مساحة الأراضي الزراعية في العراق خلال 15 عاماً. ولقد كان لتدني مستوى المياه الداخلي للعراق الأثر الكبير على مستوى المياه في العراق، وخاصة بالنسبة للأراضي الزراعية، حيث تدنت الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات وروافدهما، فقد بلغ إجمالي الخزين الحي في السدود والخزانات حتى شهر كانون الثاني الماضي نحو 24 مليار متر مكعب، وهو أقل من إجمالي الخزين الحي للعام الماضي وللتاريخ نفسه بمقدار حوالي 9 مليارات متر مكعب، الذي يمثل مقدار العجز في الخزين المائي. يذكر أن حاجة العراق الحالية تتجاوز 50 بليون مترا مكعبا، علما أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد لا تتجاوز 10 ملايين دنم، وإنتاجيتها متدنية. إن أسباب شحة المياه، سواء كانت الطبيعية منها أم بسبب قلة المياه التي تدخل من دول الجوار وبسبب إقامة السدود عليها أو بأسباب كثيرة أخرى، ستجعل من شحة المياه أزمة حقيقية وكبيرة تضاف إلى هموم وأزمات المواطن العراقي الذي عانى ولا يزال يعاني الكثير. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام بعد أن شاهدنا هذا التقرير، والشكر مرة أخرى لجميع كادر برنامج أسواق العراق الذين يقومون بإعداد هذه التقارير. ولمن فاته مشاهدة هذه التقارير وغيرها من تقارير البرنامج، يمكنكم متابعة إعادة الحلقات في أوقات الإعادة، وأيضا مشاهدة التقارير في برنامج أسواق العراق إكسبرس مع زميل ماجد عبد الحميد. مشاهدينا الكرام، هذه عودة للدكتور فاضل الزعبي وحول أزمة المياه في العراق. بداية دكتور، هل العراق اليوم يعاني أزمة مياه حقيقية أم أنه يمر بأزمة حالها بحال الدول الأخرى ولا يوجد هناك مخاوف حول الأمن المائي في العراق؟ شكرا على السؤال. أزمة المياه هي أزمة إقليمية وتمر بها المنطقة كاملة، والعراق من الدول التي تعاني من شحة الموارد المائية ونقصانها. لا يمكن أن ننكر بأن الموارد المائية المتاحة حاليا في العراق هي أقل بكثير مما كان متاحا في العهود والسنوات السابقة. سبب ذلك يعود إلى أن أكثر من 85% من مياه في العراق هي مياه سطحية، مياه أنهر، مياه عابرة من الحدود من الدول المجاورة، وتتأثر بما يقام من مشاريع إروائية في الدول المجاورة. المشاريع ستكون بحجم ضخم وسدود ضخمة، وبالتالي تحجز مياه ضخمة وتطلق المياه في أوقات قد لا تكون مناسبة للموسم الزراعي في العراق. المنطقة أيضا تمر ومتأثرة بالتغيرات المناخية وقلة الأمطار والجفاف. نحن لا نعتمد فقط على المياه السطحية من أجل الزراعة، وإنما أيضا ننظر إلى الزراعة البعلية والتي تعتمد على الأمطار، ووجود الأمطار وما يشكله من غطاء نباتي. هذا الغطاء النباتي المطلوب للرعي وأيضا مطلوب لمنع العواصف الرملية التي تأتي وتؤثر على البيئة وصحة الإنسان، هي مجمل عوامل مشتركة. لا يمكن أن ننكر بأن الوضع المائي في العراق الآن في مرحلة حرجة، بحاجة إلى أن يتم الانتباه إلى أسباب تدهور هذا الوضع، إلى أسباب نقصان هذه الموارد وكيفية مجابهتها. طيب دكتور الزعبي، اليوم حدثنا أكثر حول كم عدد المفقود من المياه في العراق خلال السنوات الماضية وصولا إلى 2014. حقيقة التقرير اللي أعدتموه وبثتوه كان مشتملا على الكثير من الأرقام التي بيّنت حجم النقصان في كمية الموارد المائية، وحقيقة كان هذا التقرير شامل الأرقام. لا أريد أن أثقل كاهل المستمع بضخ المزيد من الأرقام، لكني أود أن أشير إلى أننا الآن نصل إلى نسبة الثلث مما كان يصل العراق، وكان التأثير سابقا على نهر الفرات
بشكل أساسي، وامتد التأثير الآن إلى نهر دجلة والمشاريع المقامة على هذا النهر وفروعه، وليس النهر فقط العابر من تركيا وإنما أيضا فروعه سواء الداخلية أو القادمة من الدولة المجاورة الأخرى، أثرت على الكميات الموجودة وأثرت بشكل واضح جدا من أثاره نقصان منسوب المياه في الأهوار. هذه الأهوار اللي لها إرث تاريخي سواء حضاريا أو زراعيا أو اقتصاديا في العراق في تناقص كبير، مما يؤدي إلى زيادة ملوحتها وبالتالي تغيير البيئة سواء السمكية أو حتى البيئة النباتية الموجودة، لأنه هذا يؤدي إلى انقراض أنواع من الأسماك وانقراض أنواع من النباتات نتيجة الملوحة وظهور نباتات دخيلة أخرى. كذلك نقصان هذه المياه واضح جدا في شط العرب، نقصان هذه المياه أدى إلى نزوح المياه المالحة من الخليج إلى شط العرب. إذن هنالك مشكلات أيضا بيئية سوف يتوجب علينا أن نجابهها نتيجة نقصان هذه المياه. طيب دكتور الزعبي، العراق هو بلاد الرافدين دجلة والفرات وأيضا هنالك شط العرب، كيف يمكن القول أن هنالك أزمة مياه في وجود دجلة والفرات وشط العرب؟ عندما نتحدث عن أزمة مياه لا نقصد على الإطلاق مياه الشرب، لأنه مياه الشرب والاستخدام المنزلي واستخدام التجاري والصناعي والسياحي لا يتجاوز من 10 إلى 15% من مجموع المياه، وهذا بكلتا الأحوال كميته متوفرة وبإمكانه أن يأخذها من رأس الكوم كما نقول. لكن النقص يؤثر على الجوانب الأخرى وأهمها القطاع الزراعي، لأنه باقي هذه الكميات المستهلكة يؤثر عليها القطاع الزراعي. أنا بس بدي أذكر نقطة بسيطة، إذا متوسط استهلاك الفرد للمياه بالعام في معظم الدول يصل إلى 6000 متر مكعب، إذا جينا نتحدث عن منطقتنا شمال إفريقيا والشرق الأدنى كاملة المتوسط هو 600 متر مكعب بالسنة، هو عشر المتوسط. إذن هذا يؤشر بشكل واضح وصريح أن هنالك مشكلة في المياه. المشاكل هي ليست فقط على ماء الشرب والمتوفر، وإنما المشاكل على ما يتوفر للزراعة وما ينتجه قلة المياه، مثل ما ذكرت لك سواء بالعواصف الرملية ونسميها الساند ستورم وخطرها، أو بمشكلة مثل الأهوار، السدود، أحواض الأنهار، الزراعة حواليها، شط العرب وغيره من المشاكل، ولا تنسى توليد الطاقة الكهربائية الممكن ينتج عن هذه السدود. هي مجمل عوامل. نعم، بالرغم من وجود هذه الأنهار تناقصت الكميات الواردة فيها، أدت إلى تناقص المخزون في السدود، أدت إلى العديد من الآثار السلبية في هذا المجال. طيب دكتور، إذا حدثنا عن نسبة الأراضي الزراعية المتضررة من نقص المياه في العراق حتى بسبب وجود دجلة والفرات وشط العرب. هو النسبة نسبة عالية جدا وتجاوزت 35%، وأدت إلى ظاهرة أخرى هي ظاهرة التصحر. كنا نتحدث عن استصلاح أراضي من أجل زراعتها نتيجة توفر مياه، الآن صار في غزو للأراضي الزراعية وأصبحت غير صالحة للزراعة نتيجة عدم قلة المياه، صار في زيادة في الملوحة وبالتالي عدم صلاحيتها للزراعة. أنا بس بدي أركز على نقطة وهي نقطة مهمة جدا في هذا المجال. نوعية الزراعة، نوعية المواد، نوعية المنتجات الزراعية صرنا لازم نكون حذرين من اختيارها. صار الآن المزارع العراقي نتيجة شحة المياه مش في كل المواسم بإمكانه على سبيل المثال يزرع الشلب، الرز، لاحتياجاته العالية من الماء، وهذا نتيجة قلة المياه. أصبح لزاما عليه اللجوء إلى زراعات تستهلك مياه أقل حتى يستطيع أن ينتج ويصبح المنتوج ذو فائدة له. طيب دكتور، إذن العراق يعاني الآن من شح المياه أم سوء في استثمار أو استغلال المياه أو التصرف بالمياه؟ نعم، هو شح، بقدرش أقول سوء، لأنه الوزارات المعنية، وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية، يبذلوا كل الجهد من أجل تحسين الممارسات الزراعية المستخدمة.
اسمح لي على سبيل المثال أن أذكر بأن مسؤولية المياه في وزارة الموارد المائية تتلخص من النهر إلى المشاريع الإروائية والبزل وصولا إلى باب الحقل، ومسؤولية وزارة الزراعة هو استخدام المياه داخل هذا الحقل، والوزارتين تبذلان قصارى جهدهما في تحسين الممارسات الزراعية وإدارة المياه، تحسين نوعية البذور الملائمة لهكذا ظروف قريبة من الجفاف، إدخال أنظمة الرش والتنقيق وإدخال أنظمة الري الحديثة، بناء القدرات وتدريب المزارعين والفلاحين على أساليب الري الحديثة وكيفية الزراعة وفق الكميات المياه المتوفرة. لم نعد ننعم باللوكجري بالرفاهية السابقة من في المياه، وهذا الحال ليس فقط في العراق، هو في دول المنطقة كلياتها. يجب إدارة التركيز وبذل المزيد على إدارة المياه بشكل أسلم حتى نستطيع الحصول على أعلى منتوج زراعي بالموارد المائية المتاحة. طيب دكتور الزعبي، حاجة العراق هي لمياه الشرب أم مياه الزراعة أم كلاهما؟ وما هو دور منظمة الفاو في حل هذه الأزمة؟ زي ما ذكرت، هو الناقوس يدق في المياه اللازمة للزراعة. احنا مع شركائنا وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية في العراق نفذنا العديد من المشاريع المشتركة. هذه المشاريع تركزت على إعادة تأهيل المضخات الضخمة الموجودة في العراق التي تضخ من النهر إلى قنوات الري، وفي نفس الوقت التي تضخ في قنوات البزل. اشتملت أيضا إلى إعادة تأهيل شبكات وقنوات الري الموجودة، سواء من الكرف أو إعادة التبطين حتى تصبح فعالية نقلها للمياه وإيصالها لكافة المستخدمين. أيضا إعادة واقتراح مشاريع جديدة للري بالشراكة مع وزرائنا، تشكيل مجموعات المياه بنسميها مستخدمي المياه من المزارعين، عندما يكون هنالك قناة محددة أو مصدر مائي محدد لمجموعة من المزارعين يجب أن يتم التنسيق بينهم بحيث يكون التوزيع العادل لهذا المصدر المائي. نعم. وزارة الموارد المائية الحقيقة ووزارة الزراعة بذلوا مجهود كبير لتأسيس مجموعات مستخدمي المياه اللي كان لها الأثر الكبير في تحسين ودرء خطر قلة المياه بشكل ممتاز. نعم. طيب دكتور الزعبي، بما أنه أنتم كمنظمة دولية أيضا كانت إجراءات كثيرة لديكم في حل شحة المياه أو المعاناة التي يعانيها العراق في خاصة التي تؤثر على القطاع الزراعي، وأيضا كانت هناك تعاونات من قبل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية أيضا معكم، لكن حدثنا، أنت قلت قبل قليل يجب على المزارع أن يكون لديه وعي وعلى الفلاح يكون لديه وعي بعمل أو جعل هناك خضروات أو فواكه أو محصولات أخرى يمكن الاستثمار منها والاستفادة منها تكون قليلة المياه. ما هو دور منظمة الفاو في زيادة الوعي لدى المزارع والفلاح العراقي؟ نعم، بالتعاون مع وزارة الزراعة هنالك قسم الإرشاد الزراعي، هذا القسم الذي يقوم بمهمة كبيرة جدا وعلى عاتقه الكثير من المسؤوليات. نعم. هذا الذي يقوم أيضا بإدخال تكنولوجيات البذور الحديثة وتكنولوجيات الري الحديثة وأساليب الزراعة، وإحنا بنسميها الأساليب الزراعة الجيدة. أيضا هذا القسم يقوم بإعداد الدورات اللي إحنا طبعا بالتشارك معه. أيضا في نفس المجال هنالك برنامج المكافحة المتكاملة للأفات الزراعية اللي أيضا بتساهم في إنتاج وزيادة الزراعة بالشكل اللي راح يفيد المزارع في درء خطر الانجماد. لذلك دور كبير، التعاون مشترك، احنا دائما جاهزين عند اي طلبات للوزارة في هذا المجال. نعم. عندما يتم المخاطبة من اجل التعاون في اي نطاق، المنظمة جاهزة لتقديم الخبرة الفنية المتوافرة لديها في هذا المجال. طيب، كم حاجة العراق الى المياه او الفرد العراقي الى المياه بالنسبة للزراعة أو لمياه الشرب حسب توقعات منظمة الفاو؟ أنا ذكرت لك قبل شوي رقم الحاجة، إذا قسمنا المياه المتاحة في العراق
على عدد السكان تصل إلى 600 متر مكعب في السنة، وهذا رقم من أفضل الأرقام في المنطقة، لكنه مقارنة بالرقم والمعدل العالمي اللي هو 6000 وشوي كمان هو رقم قليل جدا، ويؤشر مؤشر خطير على أن هنالك شحة. نعم. في المياه. طيب سنتحدث عن هل العراق بحاجة إلى أساليب أو تحلية المياه، أيضا تحلية المياه، وأيضا سنتحدث عن التنقيط بالري ووسائل أخرى مع الدكتور فاضل الزعبي الضيف الكريم في استوديو أسواق العراق، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وبرنامج أسواق العراق، والذي يأتيكم من خلال الشاشة الأولى المعنية بالاقتصاد العراقي، شاشة العراق التجارية IQT، ومع ضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور فاضل الزعبي ضيفا كريما. حدثتنا قبل الفاصل حول المشاريع أو نسبة المتوقعة أو لحاجة الفرد العراقي من المياه. هل اليوم العراق هل بحاجة إلى أساليب تحلية بصورة تحلية المياه أو مشاريع تحلية المياه؟ يعني هذا القرار يعود إلى أصحاب السياسة العليا في العراق، لكن من الناحية الفنية زي ما ذكرت سابقا نسبة الاستخدام المنزلي والشرب والتجاري والصناعي والسياحي بأحسن حالاتها لن تصل إلى 15% من الموارد المتاحة، اللي هي لا يتم أي نقص عليها في الوقت الحاضر، وتؤخذ من رأس الكمية، وبالتالي إذا في نقص راح يكون النقص على الزراعة. قد يجوز أنه لاحقا يجب أخذ هذا في نظر الاعتبار. دول كثيرة مجاورة نظرت إلى هذا الموضوع. نعم. قد يجوز يتحتم علينا النظر إلى المياه الممجوجة، أي ليست العذبة وليست المالحة، بالإنجليزي البراكش ووتر، وهذه كمياتها أيضا كبيرة، سواء من نهر البزل، من الناتج من البزل، أو من تمازج شط العرب والمياه المالحة. طيب دكتور الزعبي، وزارة الموارد المائية كانت لديها الكثير من المشروعات من أجل إعادة الأهوار، وخاصة هور الحمار بفصله أيضا وربطه بمناطق أخرى. برأيك هل هذه الخطوات هي خطوات ناجحة من أجل تقليل من شحة المياه التي يعاني منها العراق من هذه الأزمة؟ نعم، هو بالأساس الأهوار يعاني من قلة المياه الواردة إليه وارتفاع نسبة التبخر العالية، وبالتالي وزارة الموارد المائية تحاول عن طريق مشاريع محددة أن تبعد وتدرأ خطر الجفاف عن هذه المناطق. نعم، هذه المشاريع تقام بالتعاون مع الجهات الاختصاص، يجب دراستها من الناحية البيئية. العنصر الأساسي اللي احنا بنعول عليه في منطقة الأهوار عدم تغيير أو التقليل من تغيير البيئة، سواء في المياه أو في النباتات والمحيط النباتي المحيط بها، ولا تنسى أنها قبلة الطيور وفي هجرتها، حتى هذا يؤثر على توفر العديد من أنواع الطيور في تلك المنطقة. إذن هذا التغيير شيء يجب أن نجابهه بخطوات مثل ما قامت بها وزارة الموارد المائية، وخطوات أخرى يجب أبسطها القيام بالمسوحات الدائمة لهذا التغيير، مشاركة المعلومات حتى نستطيع أن نعرف ما هو الخطر الذي نجابهه، عدد النباتات الموجودة الفريدة في تلك المنطقة وتناقصها، عدد الطيور، عدد الأسماك، تغير البيئة الاقتصادية والاجتماعية لسكان الأهوار، هذه كلها يجب أن يتم عمل مسوحات دائمة وإحصاءات دائمة والمشاركة مع الوزارات المعنية، وبالتالي تعطينا مؤشر عن اتجاه الخطر وكيفية المعالجة. طيب دكتور الزعبي، لماذا وزارة الموارد المائية مغيب عنها هذه المسوحات في وقتنا هذا؟ بالعكس، يعني اسمح لي بهذه النقطة، لا، هم شركاء حقيقيين في هذا الموضوع. احنا الفاو بعام 2009 أقمنا مؤتمر كبير حول الأهوار، وحضره كل الوزارات المعنية والمنظمات الدولية المعنية، دعينا لمؤتمر ضخم، وبعده بثلاث سنوات تم عقد نفس المؤتمر في البصرة، وكان هذا المؤتمر مؤشر إيجابي على حتى في وقتها خرج المؤتمر بما يسمى الورقة البيضاء، ماذا يجب أن يتم عمله، ما الواجب اتباعه.
كذلك العام الماضي كان في مؤتمر، أو عفوا الشهر الماضي كان في مؤتمر في البصرة حول هذا الموضوع، وحضرناه إحنا كفاو وحضر جميع المشاركين، الذي يقوم بالتهيئة لمثل هذه المؤتمرات حاليا والمتابعة هي جامعة البصرة. هنالك قسم مختص بالأهوار، وأتوقع في الكثير من الجهود اللي يجب أن نشكرها في هذا المجال، بحاجة إلى تضافرها، بحاجة إلى تنسيق أقوى، بحاجة إلى مضاعفة الاهتمام بهذه المنطقة، هذا لا شك فيه، لكن ما يتم عمله حاليا موجود وعلى الأرض. طيب دكتور، إذا حدثنا عن السدود، السدود هي لها دور مهم أيضا في حل هذه الأزمة المياه، وحدثنا تحديدا عن سد دوكان، ما هي معلوماتك حول هذا السد اليوم، خاصة بعد أن قطعوا المياه ومما أدى إلى تهديد الملايين من الدونمات الزراعية؟ هي كل السدود بغض النظر عن هذا السد أو ذاك، هي كل السدود تعرضت إلى شحة الوارد إليها، قلة فيما ورد إليها من مياه، وبالتالي قلة في المخزون، تناقص في مخزونها، قد تلجأ في بعض الأوقات إلى تقليل لأغراض فنية، إلى تقليل ما تطلقه من السد، وفي بعض المرات تلجأ إلى زيادة ما تطلقه من السد. نعم. عندما يزيد كمية المياه عن استيعاب السد، أنت بحاجة إلى إطلاق المزيد، وممكن تشكل مشاكل وتخلق مشاكل للمزارعين في أدنى. نعم. في أسفل الوادي أو في أسفل المجرى، تماما مثلما تضطر في بعض الأوقات إلى تقليل ما تطلقه. نعم. وبالتالي يشكل أيضا مشاكل، لكن هذا كل الصورة عندما تكون التعامل مع السدود بشكل مفرد. نعم. هنا تكون المشكلة، يجب أن يكون في إدارة وفي تنسيق لكل هذه المشاكل مجتمعة، حتى يتم الأخذ بالاعتبار متى الإطلاق ومتى الإيقاف. طيب سيدي الكريم، هنالك أيضا أنهر أغلقت من قبل بعض الدول العربية، وسدود قيمة من قبل بعض الدول، ولكن بالتالي أدت إلى الضرر الوحيد للعراق، سواء كانت من سوريا أو تركيا أو إيران أو السعودية أو غير ذلك. نريد البقاء في موضوعنا في العراق داخليا والحديث أكثر حول هذا الموضوع. حدثنا عن وسائل الري بالتنقيط، هذه الوسيلة المهمة، هل يمكن تنفيذها وبالتالي حل أو المساهمة في تقليل أزمة المياه التي يعانيها العراق؟ نعم، هي من الطرق الناجعة جدا، واللي الآن. نعم. بدأت يتم نشرها في العراق وتستخدم، وأدت إلى زيادة منتوج القمح في هذا العام على سبيل المثال، والحبوب وغيرها، كذلك استخدام البيوت الزجاجية، البيوت البلاستيكية التي تقلل من استخدام المياه وتزيد الإنتاج. الري بالتنقيط هو ببساطة بدل أن تسرف، على سبيل المثال إذا جئنا إلى الطماطم اللي ممكن الفاقد منها يكون 20 مليون متر مكعب مياه بين تبخير وتسرب في الأرض وفي المياه الجوفية، إذا استخدمت الري بالتنقيط سوف توفر هذه الكمية. معنى ذلك في توفير كبير في مجال الموارد المائية. معنى ذلك أنت الآن تواجه هذه المشكلة بإدارة وبطرق حديثة في الري، وبتثقيف وتوعية للمزارعين، وبتسهيلات. وهنالك أنا بعرف أنه المبادرة الزراعية، مبادرة دولة رئيس الوزراء، المبادرة الزراعية ووزارة الزراعة يقوم بإعطاء قروض للفلاحين من أجل إدخال أنظمة الري الحديثة، وهذا مما يسهل على المزارع. ونحن واجبنا في هذا العام هو دعم صغار المزارعين. أنا كمان بدي أذكر إحنا كفاو عام 2014 هو عام الزراعة المنزلية، ولما نقول عام الزراعة المنزلية هو عام الزراعة المنزلية من أجل دعم هذه الزراعة، لا نقصد أن تزرع في المنزل، لكن تفتت الملكيات أدى إلى وجود صغار مزارعين وبحديقة لا تتجاوز الدنم أو الدنمين فعلا. فصرنا نتجه إلى دعمهم، وهذا الدعم يتم عن طريق الري بالتنقيط، لأنه هذا لا يوجد قناة مي بجانبه، وبالتالي يجب إدخال نوعية ري حديثة، بذور حديثة، سماد ملائم، حتى يصبح هذه الزراعة المنزلية مجدية. وأنت لا تعرف، يعني ما ممكن تتخيل مقدار الإنتاج وزيادته اللي ممكن يكون من الزراعة المنزلية، ومقدار مساهمته في الأمن الغذائي في البلد، ومقدار أيضا مساهمته في تقليل الفاقد.
عندما يتم الاهتمام بحديقتك المنزلية حتما راح تهتم بالتعبئة والتغليف والنقل والتخزين والتبريد لإيصالها إلى المستهلك، وهكذا يتم يعني هي سلسلة إنتاج متكاملة وهي حلقة متكاملة لكل الأمور. طيب إذن هل يمكن الاعتناء أو الاختيار البذور التي تلائم أو تتلائم مع شح المياه من قبل المزارعين والفلاحين؟ نعم سيدي، والعراق دخل هذا الموضوع، دخل البذور المقاومة للجفاف وأيضا البذور المقاومة للأملاح في بعض الزراعات. نعم بس يجب علينا أن نهتم الآن ب صناعة البذور. شفت سؤالك هو من المياه قتنا إلى صناعة مهمة أخرى، صناعة البذور. هذا القطاع الآن في العراق يعني بحاجة إلى الكثير من أجل عمله، في خطوات إيجابية موجودة يجب أن نبني عليها، في قانون بذور حديث يجب أن نبني عليها حتى نصل إلى تصنيعنا لبذورنا المقاومة للأملاح والمناسبة للبيئة العراقية بيدنا. طيب كمنظمة الفاو هل هنالك تعاون ما بينكم وما بين الجهات الرسمية في العراق من أجل التخفيف من هذه الأزمة؟ خاصة أنت ذكرت هنالك إضاءات حول مبادرة دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي حول أطلاق القروض وأيضا المبالغ، وهو دور مهم أو تصرف جميل من أجل إعطاء حركة أو روح للمزارع العراقي. فحدثنا أكثر، هل هنالك تعاون ما بينكم وما بين الجهات الرسمية؟ أنا اسمح لي أن أذكر بأنه في عام 2008 تم توقيع اتفاق استراتيجي بين منظمتنا فرع العراق ووزارة الزراعة والوزارات المختصة الموارد المائية والبيئة والعمل. هذا الاتفاق يحدد الشراكة لخمس سنوات. العام الماضي في شهر 10 معالي وزير الزراعة العراقي الدكتور عز الدين الدولة وقع على الاتفاق الاستراتيجي اللي بغطي أعوام 2014-2017 لثلاث سنوات. هذا الاتفاق اللي احنا بنسميه بلغتنا الإطار الاستراتيجي للشراكة مع العراق، هذا الإطار يحدد بالضبط ماذا تحتاج قطاع، ماذا يحتاج قطاع الزراعة منا في العراق، وما علينا أن نقوم بعمله للأعوام 2014-2017. فالمشاكل محددة، المطلوب التعاون فيه محدد، ونحن نسير ضمن رؤية واضحة على الأقل للثلاث سنوات القادمة. بالفعل. طيب حدثنا أيضا عن الطرق المناسبة من أجل حل مشكلة شح المياه التي يعاني منها العراق. خليني أختصر لأنه تحدثنا الكثير في هذا الموضوع، وحتى لا حتى أكون واضح مع المشاهد الكريم. هو بموضوعين، الموضوع الأول يجب العمل أكثر على بناء قدرة الطاقم المسؤول عن الموارد المائية في التفاوض والتباحث مع الدول المجاورة من أجل الوصول إلى اتفاقية للدول المتشاركة أو المتشاطئة في حوض دجلة والفرات. هذه الاتفاقية سوف تضمن للعراق على الأقل رؤية لمدة زمنية معقولة بكميات المياه بأوقات المياه وهكذا. يتم التخطيط عليها. كمان من المشاكل التي يعاني منها العاملين أنه وصول المياه في غير أوقاتها وحسب غير متوقع، بالتالي هو لا يستطيع التخطيط، هو لا يعلم ماذا سوف يكون شهر موسم الشتاء وموسم الحصاد العام القادم أو غيره. هذا جانب يجب العمل على هذا الموضوع واستغلال كافة ما يملكه العراق من ضغوطات من أجل إتمام هذه الاتفاقية. ونحن في الفاو الآن هنالك مشروع في هذا المجال يقوم، وهذا مشروع إقليمي يقوم على بناء هذه القدرة لدى العراق وإيران وسوريا، مشروع مشترك وبتمويل إيطالي. هذا المشروع، هذا جانب. الجانب الآخر يجب زيادة الاهتمام بالإدارة المائية (water management)، زيادة الاهتمام بإدارة المياه، إدارتها في السدود وفي الأنور وفي القنوات، وإدارتها من ناحية الحقل أيضا وكيف وإدخال النظم الحديثة. وإذا باختصار هما موضوعين: إدارة جيدة للمياه، قدرة على التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاقية مع الدول المشاركة وتحل الأزمة. هذه خطوتين. طيب هل هنالك برامج مقدمة من قبل منظمة الفاو؟ أيضا هل هنالك برامج مقدمة من قبل وزارة الزراعة؟ حدثنا عن الخطط، حدثنا عن البرامج مع وزارة الموارد المائية، وهذا الموضوع يخص وزارة المائية. نعم هنالك مشروع، والآن إحنا في نصف المشروع نعمل في هذا المشروع.
حتى لا أدخل بتفاصيل البرامج التي من الممكن أن تكون مملة بالنسبة للمشاهد، الفاو جاهزة حسب طلب الدولة. نعم. وحسب طلب الوزارات ضمن الاتفاق الاستراتيجي الذي تم التوقيع عليه بشهر 10 بعام 2013، والذي يحدد عملنا في العراق ما بين 2014-2017، واللي أهم فقرة فيها هي الموارد المائية والجفاف. نعم الدكتور فاضل الزعبي ممثل منظمة الفاو في العراق، شكرا جزيلا لك وتبادلنا معك متعة الحديث حول أزمة المياه في العراق، ضيفا كريما دوما في برنامج السواق العراق، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.